أرشدنا تبارك وتعالى بعد صلاة الجمعة أن نكثر من ذكر الله، فذكر الله مطلوب على كل حال وفي كل وقت وفي كل يوم ولا سيما يوم الجمعة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، ليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم الجمعة.